بيكم في حلقة جديدة من برنامج الأهلي خط أحمر. وحشتونا، أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. افتقدناكم خلال أسبوعين، ولكن من أجل النادي الأهلي كل شيء متاح، لأن مباراة النادي الأهلي مع الترجي التونسي ذهاب وعودة كانت يوم سبت، لكن كلنا فرحنا برغم غياب الأهلي خط أحمر على الشاشة. أكيد كان نفسنا نشارككم، ولكن في النهاية كنا سعداء بأن النادي الأهلي بيخطو خطوة مهمة جدا نحو العشرة. إن شاء الله بطولة كلنا بننتظرها، ولأننا كلنا فاهمين ده كويس ومستوعبين ده كويس، ولأننا عندنا بعض من عدم الرضا بعد مباراة بيراميدز، وده شعور طبيعي جدا ومبرر جدا، ولكن الطبيعي أكتر واللي لازم ناخد بالنا منه أكتر إن ده موسم البعض، موسم ناس بتستنى للنادي الأهلي اللحظات اللي زي دي وهي استثنائية، عشان خاطر يا أسامة يبدأ يتحول ده لأشياء تبدو ليك حق في كلامهم ولكن يراد بيها باطل. أنتوا عارفين معسكر بعض الأشخاص اللي عندهم مشكلة مع النادي الأهلي واضحة، أو حتى مدربه بيتسو موسيماني، والبعض الآخر اللي ما بيصدق يتربص بالنادي الأهلي. دورك ودوري ودور أحمد ودورنا كلنا إن إحنا نحط إيدينا على أي سلبيات ونتكلم بشكل موضوعي في أي حاجات عايزينها تتعالج، ولكن دون أن ننسى إن حظوظنا ما زالت قائمة في تصدر الدوري. إحنا بعد أيام بنلعب نهائي العشرة يا أسامة.